بالنسبة للحزام الناري، هو مرض فيروسي. هالفيروس منلقطه بحياتنا، هو بشكل مرض الجدري، هو منتشر كتير، ما عاد خطير لأنه صار عنا طعم لإله، وإنما منتشر. بس نلقط هالفيروس بحياتنا مثلا بالطفولة، هالفيروس بفوت وبيتخبى بمحل فيه تجمع عصبي. بعدين بعد كذا سنة، مرور كذا سنة، لأسباب مختلفة بتأدي لهبوط بالمناعة، ومنها ضغط جسدي مثلا، تعب، إرهاق جسدي مثل التعرض للشمس أو لمجهود جسدي، أو حتى التعرض النفسي لضغط نفسي، لسترس، لعصبية زايدة. هالشي بيؤدي لهبوط المناعة، وبالتالي الفيروس، فيروس الزونة يعني الحزام الناري، بيوعى، بيستفيق، بيستيقظ، وبيبلش يهاجم العصب اللي هو مخبى جنبه. وبالتالي هالشي بيؤدي لظهور طفرة على الجلد مترافقة مع ألم حاد بيتشبه لوجع نكز الأبر. وهالوجع، هالألم، في طول كتير يستمر حتى بعد العلاج ويدوم كذا شهر. لهالسبب العلاج لازم يكون مبكر لنتجنب الألم المستمر اللي عند العالم المتقدمين بالعمر في ضل كذا سنة، من سنة لسنتين، ويأثر لهم على حياتهم. بس تنلفت انتباهكم أنه الطعم موجود.